جزءا من الحدث الرياضي الكبير الذي تحتضنه المدينة الرياضية، ولقاء القمة بين نادي القوة الجوية العراقي ونادي التين أسيرة تركمستان في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي في البصرة يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري. عالية وراسية، كرة الله على هذا الحمادي. سارع بالحجز واحصل على بطاقة الدخول من المنافذ المتعددة، علما ان سعر التذكرة 5000 دينار عراقي، مع تحيات شركة المنارة الموزع الرئيسي لتذاكر المباراة. تسديدة يا الله يا الله.